ايه الشنكله؟ بصوا الشنكله بقى. الكاتب الصحفي الرائع عصام السباعي ده مدير تحرير الاخبار، كتب يوميات الاخبار من كام يوم، يوميات الاخبار في الصفحه الاخيره بعنوان اسبق الاهلي ما تشنكلهوش. وقال عصام السباعي في هذه المقاله او في هذا الجزء من اليوميات: يا ساده اسبقوا الاهلي فالطريق مفتوح امام الجميع، صحيح، ولكن لا تشنكلوه بالمال المشبوه والمسرحيات والاشاعات وبرش التراب على تاريخها الذي هو جزء من تاريخ مصر وقوتها الناعمه. الرياضه منافسه شريفه، نصر وهزيمه، وصناعه لها قواعد واصول، وتقوم على اللعب النظيف داخل وخارج الملعب. ويوما ما في الموسم الماضي قال المهندس عادل القيعي احد رواد تلك الصناعه في مصر، والكلام للاستاذ عصام السباعي، قال: حسم الدوري لن يتم في الملعب، وكان معاه حق، فما كان يحدث يؤكد ان عناصر الحسم والتاثير خارج الملعب تتوجه وتتركز على عده مستويات ولمجموعه اهداف من اجل عرقله الاهلي. ومن هنا كانت القيمة التاريخية الكبيرة لفوزه بدرع الدوري في ذلك الموسم، وهو النجاح الذي ستظهر أبعاده الحقيقية سواء تجاه النادي أو الخطيب ومجلس إدارته فيما بعد، ربما خلال سنة اثنتين وربما بعد عقود. وأعتقد أن كل المطلوب منهم أن يقولوا نعم لشيء ما أو لعرض ما، ولما كانت الإجابة حتى الآن هي لا فسوف تستمر الكعبلة حتى يتغير ذلك المجلس ويأتي من يقول تلك النعم. وكلامي ليس إغراقا في نظريات المؤامرة، ده عصام السباعي، ويؤكده ما يحدث حتى الآن من تجاوزات وتنمر وحملات كراهية وتكريه في الخطيب، وكذلك لعب بالمال العابر للحدود. ولا يمكن أن يستمر الأمر هكذا وأصحاب الشأن يتفرجون مع تجاهل كامل للقانون وقواعده الأخلاقية سواء الأولمبية أو تلك التي وضعها الفيفا، وتسقط معه أوراق شرف اللعبة ورقة ورقة حتى كادت تصبح عارية، وتأتي الضربات من كل الاتجاهات، وأكثرها وجعا هو صمت الاتحاد المنظم للعبة ولجنة انضباطه على ما يحدث، وكأنه جاء لمثل ذلك الهدف. بيقول عصام السباعي في مقالاته المهمة: هل يعقل أن يتعرض النادي الأهلي لكل ذلك التشكيك والتشويه في بطولاته وإنجازاته لدرجة اتهامه بالرشوة والسرقة والسحر والشعوذة واللعب غير النظيف؟ هل يعقل أن يتعرض رئيس النادي ومجلس إدارته لاتهامات في العرض والشرف والأهل، وعندما يشكو الأهل رسميا يبتلع المعنيون شرفهم ويخونون أمانتهم سواء في الاتحاد السابق أو اللجنة الحالية، ويضعون الشكاوي في الدرج وتتم محاصرة الأهلي باتهامات ظالمة، وكذلك إسباغ الحماية على أحد الأندية فيرتع بين لاعبي كل الفرق وينفق الملايين التي لا نعرف حجمها ولا أحد يعرف بالطبع إيراداته ولا مصروفاته، رغم أنه مطالب بالإعلان عنها مثل أي شركة صغيرة تعمل في السوق المصري. وأعتقد أنه لولا الانضباط المؤسسي في النادي الأهلي لسقط أو رضخ منذ اللحظة الأولى. وأتذكر هنا عنوانا مبدعا لأحد مقالات هويدا حافظ الكاتبة الصحفية والمدربة الدولية لصحافة الطفل، يلخص الحال لتلك المشكلة ولكن بشرط وجود مناخ رياضي صحي سليم، والعنوان هو: اسبقني ما تشنكلنيش. ويا سادة اسبقوا الأهلي فالطريق مفتوح أمام الجميع، ولكن لا تشنكلوه بالمال المشبوه والمسرحيات والإشاعات. يعني هو أهم حاجة اسبقني ما تشنكلنيش. هو يعني سرد تفاصيل كتير هو رصدها، لكن ما يعني خلينا نتنافس. اتفضل. وهو جمال الرياضة في انك تتنافس. بس كمان قبح الرياضة ها في انك انت تترصد.
والفرق بين المنافسة والترصد انك انت قاعد ما بتفكرش في نفسك، بتفكر فيا طول النهار، تتحدث عن النادي الاهلي ولا تلتفت الى ما يحدث عندك. دي اهم حاجه.